تحية الوطن، تحية جمهورية مصر العربية الطبعة الأولى في قناة دريم، وهذا أحمد المسلماني يحييكم، السلام عليكم. ترامب ليس كينيدي وإيران ليست كوبا. مجلة فورين بوليسي بتقول إن الرئيس ترامب عايز يعمل حصار على إيران زي ما الرئيس كينيدي عمل حصار على كوبا. الرئيس كينيدي عمل حصار على كوبا واستمر هذا الحصار إلى العام الماضي وبدأ يتجدد تاني في عصر الرئيس ترامب، وهذا الحصار أرهق كوبا إرهاقا شديدا. هل الرئيس ترامب حسب فورين بوليسي فعلا يقدر يعمل حصار على إيران زي ما عمل كينيدي على كوبا؟ في تقديري أنه ما يقدرش يعمل هذا الحصار لأسباب عديدة، إلا إذا عصر الرئيس باراك أوباما كان فيه توافق بين أمريكا وإيران، عصر الرئيس ترامب فيه صدام بين أمريكا وإيران. كل ده بنتكلم على الأطر العلنية، لأن في أطر سرية في العلاقة بين إيران وبين أمريكا، بنتكلم في الإطار العلني المعروف للمحللين السياسيين. الرئيس ترامب بيهاجم إيران إن هي دولة ديكتاتورية فاسدة، إن هي بتطور صواريخ خطيرة، إنها تتعاون مع كوريا الشمالية، إن الاتفاق النووي اللي عمله أوباما كان اتفاق سيء، إن هذا الاتفاق لو استمر إيران هتصنع قنابل نووية وهتصبح إيران خطر على العالم. إيران بترد وبتقول ده كلام مش مظبوط، وإن الصاروخ الأخير اللي هو خرم شهر اللي هم أطلقوه وقالوا 2000 كيلو متر مداه، وده صاروخ خطير للغاية، هو صاروخ دفاعي ولا يخالف القانون الدولي ويحمل عدة رؤوس حربية لكنها ليست نووية، وبالتالي من حق إيران تطور أسلحتها الصاروخية على هذا النحو. الرئيس ترامب بيقول لأ، إن هذا الصاروخ يقدر يشيل رأس نووية، وإن الاتفاق النووي يمكن إيران في المستقبل من صناعة رؤوس نووية. عشان كده بدأ من جانب واحد فرض حصار على أو مقاطعة اقتصادية شديدة أو عقوبات اقتصادية صارمة ضد إيران. الروس والألمان موقفهم مختلف مع الأمريكان. الروس والألمان رأيهم إن إحنا نجحنا في هذا الاتفاق، والاتفاق النووي مع إيران يجب أن يستمر، وإن إحنا لازم نعتبر ده نموذج علشان نعمل زيه مع كوريا الشمالية، وتبقى كوريا الشمالية إيران 2، بدل ما تبقى إيران هي اللي كوريا الشمالية 2، يبقى قبل ما كوريا تفلت نحاول نخليها في إطار اتفاق زي إيران. لكن الرئيس ترامب عنده موقف آخر، هو إن إيران لو استمر هذا الاتفاق هيوصلها إلى السلاح النووي. صحيفة الجارديان بتقول إن الرئيس ترامب بيضغط على CIA المخابرات المركزية الأمريكية علشان تقول إن إيران غير ملتزمة بالاتفاق النووي، زي ما حصل أيام بوش الابن برضو مع CIA بشأن سلاح الدمار الشامل في العراق. في تحليل ذلك ما يلي: نمرة واحد، الرئيس ترامب ليس كينيدي، ما عندوش الكاريزما ولا الشعبية ولا القبول الكبير اللي كان عند الرئيس جون كينيدي، ولا زمانه زمان كينيدي، ولا عصره عصر كينيدي، ولا ظروف العالم هي ظروف كينيدي. كمان إيران مش كوبا، إيران مش جنب أمريكا زي كوبا، وما هيش ضعيفة زي كوبا، وما هيش هامشية جغرافيا زي هامشية جغرافيا كوبا. أضف إلى ذلك دولة مهمة جدا نفطيا، فمهمة جدا لسوق الطاقة في العالم، وده مش موجود في حالة كوبا. وبالتالي كلام فورين بوليسي ربما يكون في رد إن لا ترامب هو كينيدي ولا إيران هي كوبا. 2، عقدة أوباما. يبدو أن رئيس ترامب عنده عقدة أوباما، كل شوية بيجيب سيرة أوباما، كل ما الناس تنسى الرئيس أوباما نلاقي الرئيس ترامب يفكرنا بالرئيس أوباما. كوريا الشمالية أوباما هو السبب، إيران أوباما اللي عمل الاتفاق. فالرئيس ترامب لسه بيتصرف من واقع كونه مرشح سابقا، حاطط في دماغه السياسات اللي عملها أوباما لم يتجاوزها لأنه يقدم فكر ترامبي جديد بغض النظر عن الحقبة الأوبامية،
وده واضح في الملف الإيراني. نمرة ثلاثة، الرئيس ترامب اللي عايز اتفاق مع إيران ولا عايز اتفاق مع كوريا الشمالية؟ هو عايز يبوظ اتفاق إيران ومش عايز يعمل اتفاق مع كوريا الشمالية، وبالتالي إذا استمر توت رئيس ترامب ده معناه إن العالم ممكن يكون أكثر خطرا. في مركز أمريكي بيقول إن إيران بتتقوى رغم ذلك، الرئيس ترامب بيتحدث إنما إيران بتعمل. إيران نشرت صواريخ S-200 صناعة إيرانية، وصواريخ S-300 صناعة روسية اللي هي الصفقة اللي أخدتها من روسيا. في نفس الوقت أطلقت صواريخ خرم شهر، الصواريخ ديت مداها 2000 كيلو. مركز أمريكي بيقول كلام ومركز ألماني بيقول كلام. المركز الأمريكي بيقول إن هذا الصاروخ فشل وهو مشي 1000 كيلو بس ووقع ولم يصل إلى المكان اللي عايز يوصل له. المركز الآخر مركز أمريكي مركز ألماني بيقول لا، ده هو مداه 600 كيلو لكن هو وصل لأعلى المداه، إنما هو يقدر يشيل رؤوس نووية. وبالتالي هذا المركز الألماني من المراكز القليلة اللي بتقول إن صواريخ خرم شهر تقدر تشيل رؤوس نووية. إيران كمان بقت تتصرف بدرجة عالية من الثقة في مواجهة الرئيس ترامب، فبدأت تقول إنه الوكالة وليست واشنطن، وكالة الطاقة الذرية في فيينا مش البيت الأبيض اللي يقرر، وهي المرجعية في تقييم موقف إيران. كمان إيران بتقول، وزير الخارجية اتكلم لـ CNN وقال إن إحنا أصل اللي ممكن ننسحب من الاتفاق النووي، مش ترامب اللي هينسحب، ده إيران ممكن تنسحب من الاتفاق النووي إذا استمر ترامب في هذه السياسة. إيران تهدد إسرائيل حسب ترامب، ولكن في الواقع صواريخ إيران لم تتوجه في أي يوم في السابق إلى إسرائيل، وسياسات إيران كلها ضد المنطقة العربية، وسياسات إيران كلها ضد الشعوب العربية، والسياسات المذهبية الإيرانية بتربك العالم الإسلامي وتشعل حرب باردة أو حرب أهلية داخل الإسلام. والكلام إن صواريخ إيران تهدد إسرائيل يحمل مبالغات، لأن اللي قدامنا حقيقة إن إيران تهدد الأمن القومي العربي ولا تهدد إسرائيل من الناحية العملية. ستة، هنا بيتضح بقى الإرهاب الأسود وماذا فعل. دلوقتي المثلث الإقليمي بيتصاعد بقوة، سواء إسرائيل، تركيا، إيران، في مواجهة العرب. دلوقتي يا ترى موقف تركيا إيه؟ وموقف إيران إيه؟ وموقف إسرائيل إيه؟ طب موقف العرب إيه؟ ما بقاش موقف العرب مهم قوي زي مواقف هذه القوى الإقليمية. الإرهاب والتطرف الديني اللي شغلنا في مآسي داخلية في كل الدول العربية، واستثمار تغيير النظم في الربيع العربي لتخريب الدول وتقسيمها وتمزيقها وإشعال الفتن داخل الشعوب، كل ده بنجني عواقبه الآن إن العالم العربي ليس فاعلا رئيسيا فيما يخص العالم العربي، وإن إيران أو تركيا أو إسرائيل المثلث الإقليمي ده نفوذه أكبر كتير جدا من العالم العربي والجامعة العربية. سبعة، ترامب ممكن يصبح أخطر من كينيدي في حالة واحدة، لو بقت إيران العراق 2 زي ما حصل مع العراق أيام صدام حسين، المفتشين الدوليين بقى يدخلوا وبعدين يروحوا الجيش ويروحوا الحرس الثوري ويروحوا رئاسة الجمهورية ويروحوا مكتب المرشد الأعلى ويروحوا كل الكلام ده، ممكن يبقى أخطر من كينيدي، وممكن إيران في هذه الحالة تبقى خاضعة تماما للنفوذ الأمريكي عبر مظلة الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وممكن يكون كل الكلام بتاع ترامب وهجوم ترامب وشتائم ترامب كل ده هدفه في النهاية أن ترضخ إيران أكثر للتفتيش في الأماكن المدنية والأماكن العسكرية وخضوع الجيش الإيراني لتفتيش الوكالة الدولية للطاقة الذرية. الصاروخ الإيراني خرم شهر اللي هو مداه حسب إيران 2000 كيلومتر، وحسب مركز دراسات ألماني يستطيع حمل رؤوس نووية، هو مصدر حديث العالم المهتم بتوازن القوى في الشرق الأوسط. قراءة سياسية في فيلم كينجزمان. في السينما دلوقتي الجزء الثاني من فيلم كينجزمان. الفيلم الأولاني نجح نجاح تجاري كبير،
دلوقتي الجزء الثاني من هذا الفيلم. هو من أفلام الحركة، ولكن وراء الحركة هناك فكرة، وهنا نحلل بعضا من جوانبها. الفيلم ده الجزء الثاني كينجز مان قايم على فكرة أساسية أو صراع أساسي طول الوقت بين عصابة اسمها الدائرة الذهبية وبين ناس تانيين بيمثلوا الخير، هي منظمات استخباراتية سرية اسمها كينجز مان والستيتس مان. يبقى كينجز مان بريطانية والستيتس مان أمريكية، الاتنين دول منظمات مخابرات سرية لكن يمثلوا الخير ضد منظمة تمثل الشر اللي هي الدائرة الذهبية. الدائرة الذهبية ديت أكبر عصابة تجارة مخدرات في العالم. الزعيمة بتاعتها قررت بعد بقى عندها مليارات كتيرة جدا واحتكرت سوق المخدرات في العالم إن هي تخلي تجارة المخدرات في العالم مشروعة، وإنها تدفع عليها ضرائب ورسوم، وإنها تجبر الحكومات إن تكون تجارة المخدرات بكل أنواعها هي تجارة مشروعة. بيتفتق ذهنها وذهن العصابة اللي هي الدائرة الذهبية عن إن هم ينزلوا السوق مخدرات، هذه المخدرات فيها فيروس تم تطويره، الفيروس ده يخلي الذي يتعاطى المخدرات يموت خلال مدة قليلة جدا، خلال أيام، عبر ثلاث مراحل. أول مرحلة بيبان على وشه خطوط زرقاء، وبعد كده يبدأ يخش في مرحلة النهاية. لما السوق كله نزلت فيه المخدرات فيها الفيروس ده وبقى مئات الملايين في العالم أصيبوا وظهرت على وجوههم أعراض هذا المرض، هي وجهت رسالة مرئية، خطاب زي بن لادن كده للرئيس الأمريكي، بتقوله فيه إنك لازم تعمل تحرير لتجارة المخدرات وتقتنع بمشروعية تجارة المخدرات، وإن تجار المخدرات وهذه العصابة هتدفع رسوم وضرائب ويكون لهم مقرات شركات عالمية زي أي شركة قبضة، الشركة القبضة المخدرات وعندها أنواع مختلفة، شركة الكوكايين وشركة كذا وكذا. الرئيس الأمريكي رفض، فهي قالت له إن في مئات الملايين من أمريكا وخارج أمريكا دلوقتي مصابين بالمرض، واضح على وجوههم الخطوط الزرقاء، وإن هم بعد شوية هيموتوا، هتتسبب أنت في قتل مئات الملايين، والمصل أو الترياق اللي ممكن يخليهم كويسين ويعالجهم لا يوجد إلا عند العصابة الدائرة الذهبية، يا إما إنك تسمح وندي هذا الترياق لهؤلاء الناس وتنقذ مئات الملايين، وإما إن حضرتك كده بتؤدي إلى قتل مئات الملايين. الرئيس الأمريكي بيرفض رغم إن مساعدته كانت بتدفعه للموافقة، هو بيرفض تماما. هنا بقى بتطلع كينجز مان وستيتس مان عشان ينقذوا العالم من عصابة المخدرات اللي هي الدائرة الذهبية، وبيقتلوا رئيس العصابة وبيجيبوا الترياق لكل الناس المصابين. دي قصة الفيلم باختصار. هتلاقوا فيه كتير من الحركة غير الجادة، هتلاقي شخصيات تافهة جدا مش ممكن تمشي بسرعة، تلاقي تكسر طيارات تكسر عربيات زي كل الأكشن الأمريكي، بتفاجأ بقدرات خارقة لناس يبدو عليهم البله والحماقة، في طبعا مشاهد داعشية فرم الإنسان وما إلى ذلك مقززة للغاية. إنما فيما وراء هذه القصة ممكن نراقب النقاط الخمس التالية. نمرة واحد، إن شوف الفيلم في النهاية هو كله أكشن كله تسلية كله إبهار مذهل جدا، إنما وراه بيدي عدة رسائل. نمرة واحد، كينجز مان استخبارات بريطانية وستيتس مان استخبارات سرية أمريكية، وهما الاثنين اللي بينقذوا العالم، وهما الاثنين بيتحركوا لإنقاذ العالم. فهنا رسالة للتحالف الأمريكي البريطاني لإنقاذ العالم. نمرة اثنين، الدائرة الذهبية زعيمة العصابة لما حبت تكلم العالم، تكلم مين في مصر؟ تكلم 140 دليل، علاء ولي الدين. هي الدائرة الذهبية تكلم مين في العالم؟ تكلم البيت الأبيض. هو بقى ده جزء من رسائل الفيلم، إن لو عايز تكلم العالم كوكب الأرض تكلم البيت الأبيض، تكلم الرئيس الأمريكي لأنه يحكم العالم. دي رسالة أخرى في هذا الفيلم. نمرة ثلاثة، إن الدائرة الذهبية عصابة المخدرات الأسطورية في فيلم كينجز مان 2، هذه العصابة رئيستها خريجة جامعة هارفارد، وبعدين بتشتغل بطريقة علمية، فبيدي بقى مكانة القوة الناعمة لأمريكا إن خريجة هارفارد
بأي مستوى عقلي. فالعصابة ديت عندها إنسان آلي طول الوقت، في إنسان آلي بيشتغل مع زعيمة العصابة، روبوتس هم أعضاء العصابة. بتلاقي كمان إن هم قدروا يصنعوا فيروس، وإن هم قدروا يصنعوا ترياق، وإن عندهم أسطول طائرات بدون طيار بيسيروه حول العالم. فقدرات عالية جدا للعصابة اللي رئيستها من هارفارد، اللي بتاخد خطى علمية هيبان شكل العصابات في المستقبل هيكون إزاي. هيكون في روبوتس في العصابات، ويكون في معامل ومختبرات، وفي علماء، وفي طائرات بدون طيار تعمل لصالح عصابات الجريمة المنظمة في المستقبل. نمرة أربعة، الزعيمة زعيمة العصابة الهارفردية بتقول إن هي لا تثق في أعضاء العصابة من البشر، كلهم بيخونوا وكلهم بيخرجوا عن العصابة، وبالتالي بتعتمد على الإنسان الآلي أو الروبوت لأنه لا يخون. وده خطر في مستقبل الإنسان، الذكاء الاصطناعي بدأ يكسب ثقة الإنسان عن الإنسان، يعني الإنسان يثق في الروبوت أو الإنسان الآلي لأن لا هيخون ولا هيخدع ولا هيتآمر، لكن الإنسان البشري ممكن يخون ويخدع ويتآمر. يبقى بالذات في العصابات اللي فيها الخيانة بتكون نهاية العصابة يمكن الاعتماد على الروبوت. هنا فكرة إنسانية مطروحة إنه الإنسان ممكن يثق في المستقبل في الإنسان الآلي أكثر مما يثق في الإنسان البشري. خامسا وأخيرا، الاختبار بقى نفسه، دي نقطة فلسفية في الفيلم اللي طرح على الرئيس الأمريكي. هل هو وضع حضرتك مكان الرئيس الأمريكي في هذا الأمر طبقا لهذا الفيلم؟ لو اتقال لك إن في مئات الملايين ممن تعاطوا المخدرات، المخدرات دي كانت فاسدة، هيموتوا خلال 3 أيام، وتقدر تنقذهم وتترك تجار المخدرات حرة، أو كلهم يموتوا ولا تسمح بتحرير تجارة المخدرات؟ الرئيس الأمريكي كان عنده منطق، يقول لك ما كل دول أصلا مدمنين وعاملين لنا مشاكل وجرائم وعبء وتكلفة، وإحنا لو قعدنا كتير جدا عشان نعرف مين المدمنين دول. فشكرا للدائرة الذهبية اللي هي عملت هذا الفيروس وهتخلص العالم والبشرية من كل المدمنين. إنما مساعدة الرئيس كان عندها رأي إنساني آخر، إنه حتى ولو هم أخطأوا أو بعضهم ربما عمل ده على سبيل التجربة، إنما الإنسانية ما ينفعش تقتل مئات الملايين علشان خدوا مخدرات فاسدة. هنا بقى سؤال فلسفي عميق، هل تغلب المصلحة الاقتصادية للبلد وتخلص البلد من حاجة زي كده، ولا يكون في اعتبارات إنسانية وبعدين تلجأ للنصح والإرشاد فيما بعد؟ هم في هذا الفيلم الرئيس خد موقف لصالح الاقتصاد يتخلص من المدمنين، مساعدته خدت الموقف الآخر، لكن هي كمان كانت بتتعاطى المخدرات، وفي الآخر المنظمتين السريتين الأمريكية والبريطانية كينجز مان وستيتس مان هم اللي أنقذوا البشرية. إذن في هذا الفيلم مثل غيره من الأفلام الأمريكية بتلاقي دايما في نقاط للسياسة والتفكير، وفي رسائل إما على المستوى الفلسفي والإنساني أو على المستوى السياسي والاقتصادي. هذه الرسائل بتتم تتصور أن الموضوع مجرد أكشن، والموضوع مجرد تسلية، والموضوع مجرد إبهار، لكن وراء الإبهار توجد الفكرة وتوجد الرسالة. الخليفة السابع للطريقة التيجانية، جدل الدين والسياسة. في الطرق الصوفية في طريقة شهيرة جدا معروفة في مصر، كبيرة جدا في الجزائر، كبيرة جدا جدا في المغرب، أكبر بكثير في السنغال، موجودة في إندونيسيا وفي تركيا ودول أخرى. هي الطريقة التيجانية نسبة إلى الشيخ أحمد التيجاني. الشيخ أحمد التيجاني ورد في الجزائر، وعنده زاوية في فاس في المغرب، ورحل عام 1815 وأسس الطريقة التيجانية. في خليفة بعد كده واثنين وثلاثة، الخليفة السادس تولى في مارس 2017 ورحل في سبتمبر 2017، شهور قليلة جدا اللي قضاها الخليفة السادس في الطريقة التيجانية. رئيس السنغال نعاه وقال هي مدة قليلة جدا لكنه أضاء المجتمع التيجاني بوجوده في هذه الأشهر القليلة. دلوقتي الخليفة السابع للطريقة التيجانية. الطريقة التيجانية في نقد ليها من السلفيين، وفي دفاع عنها من التيار الصوفي التيجاني. النقد السلفي بينصب بشكل رئيسي في نقطتين،
النقطة الأولى أنها جماعة مبتدعة طبقا للشيخ ابن باز وبعض مشايخ السلفية في السعودية وفي غيرها. والنقطة الثانية أن البعض بيتهم الطريقة التيجانية أن هي ساعدت الاستعمار أثناء وجود الاستعمار الفرنسي والأسباني في المنطقة، إنما الطريقة التيجانية بترد وتقول أن هي مش جماعة مبتدعة، وإنما هم سنة مالكية عقيدة أشعرية، ولا يوجد عندهم ابتداع، وكل شيء بياخده من الكتاب والسنة. اتنين، تقول الطريقة التيجانية فيما يخص الموقف من الاستعمار ان هم كافحوا الاستعمار وعندهم بطولات ضد الاستعمار، وفي ما يسجل بطولات التيجانيين ضد الاستعمار الفرنسي. نمرة ثلاثة، التيجانيين بيقولوا ان هم مش بس كده، ده هم اللي نشروا الاسلام في غرب افريقيا، وكتير من المسلمين في غرب افريقيا الذين دخلوا الاسلام دخلوا عن طريق مشايخ الطريقة التيجانية. نمرة أربعة، بيقول أعضاء وأنصار الطريقة التيجانية إنهم حائط صد ضد الإرهاب في إفريقيا والعالم، لأن هي جماعة وسطية عندها مكانة روحية كبيرة، أتباعها طبقا لبعض الدراسات يصلوا إلى 300 مليون صوفي، إن قرابة 300 مليون صوفي من أعضاء أو أنصار أو مريدي الطريقة التيجانية حسب بعض المصادر. في كل الأحوال الطريقة التيجانية تمضي إلى اختيار الخليفة السابع وسط جدل في الدين والسياسة. حفظ الله الجيش، حفظ الله مصر.